السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم في قناة الورد الطيب. النهاردة إن شاء الله هنعرف رقم تليفون سفارة زيمبابوي في ليبيا أو رقم السفارة الزيمبابوية في ليبيا. رقم التليفون هو 00-218-214-37-840. يبقى تاني، رقم سفارة زيمبابوي في ليبيا أو رقم السفارة الزيمبابوية في ليبيا 00-218-214-37-840. بكده بنكون أوضحنا لحضراتكم الرقم. إن شاء الله استنونا في فيديوهات جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.